في رمضان الماضي الأخت أم أحمد كان كما وصفت زراحة كان يعني مكسورا شفاه الله عافاه، كانت تتيمم وتمسح على الجبيرة، فما حكم هذا أثناء الغسل أو الوضوء شيخي كريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على المسح على الجبيرة، يعني بمعنى أنها تغتسل ثم تمسح مسحا على الجبيرة، الجمهور على ذلك. لكن الحقيقة نوقشوا في مسألة الاستدلال بحديث اللي هو قتلوه قتلهم الله لما أجنب أحد الصحابة في سفر وكان به جرح في رأسه، فقالوا هل تجد لي رخصة؟ فقالوا نجل، فاغتسل فمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكفيه ان يعصب رأسه ويمسح عليها كده ويغتسل، بس يعصب رأسه ويمسح عليها زيادة، هذه الزيادة اضعفها اهل العلم. لكن الجمهور على جواز المسح على الجبيرة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال يغتسل ويتيمم عن الجبيرة، وهي فعلت ذلك فهي نعم. أخذت بهذا الرأي، وهذا يعني خير إن شاء الله.